لكن الكتاب يقول أيضا شفوقين متسامحين كما سامحكم الله أيضا في المسيح. لاحظ الغفران كما سامحنا المسيح. فالغفران بيعتمد على المسيح، كما سامحك المسيح هكذا الغفران. فالمسيح هو مصدر الغفران وهو مقياس هذا الغفران. ثم شيء ثاني أحبائي، الغفران ينبغي أن يكون على أساس، وهذا الأساس إنه المسيح دفع ثمن، مات على الصليب، وبموته على الصليب وقيامته مات موت بديلي عنك وعني حتى نتبرر أمام الله ونكون بر الله في المسيح يسوع. فإذا المرارة هي يعني تنجس كل شيء في حياة الإنسان، لكن الغفران يقود إلى القوة الروحية، إلى الشفاء الداخلي، وإلى البركة الروحية في داخل الإنسان.